صباح الخير يا ابني. مين في عندكم مسؤول عن جرائم القتل؟ شو عندك خير يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم؟ بدي بلغ عن جريمة قتل. ايوه قتل شو؟ مين؟ قتل المطربة المشهورة ميرامار. عمي مو وقت المزح هلا، روح رجع على بيتكم بكون اولادك عم يدوروا عليك. انا ما عم بمزح معك، عم بحكي جد. هاي أداة الجريمة. لك شو ها؟ تقله للمسؤول مشان دله على مكان الجثة. عمي الله يرضى عليك روح من هون، ما بدنا نبتلي فيك. هلا بدي قله ولا بفوت عنوتان؟ تعا 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 وين رايح؟ رجع 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 رجع. ارفع عمسيك تقله. يا بسام. خذوا للعام طلعوا عند سيادة المقدم. امرأ احترامي سيدي، صباح الخير. هذا الشخص اللي جاي يعترف بجريمة القتل. تفضل احكي لي شو القصة؟ بدي بلغ على جريمة قتل. قتل مين؟ المطربة الشهيرة ميرامار، واسمها الحقيقي عفاف قطان. احترامي سيدي. منيح اللي اجيت. الأخ بده يبلغ عن جريمة قتل. طيب احكي لي شو اللي بتعرفه وشو اللي صار وشو شفت؟ أنا ما شفت. ما شفت شيء. أنا اللي قتلته وجاي أعترف ودلكن على مكان الجثة. أنت عم تعرف عقوبة هذا الكلام اللي عم تحكي؟ بعرف بعرف. أصلاً مو باقي لي من العمر غير هالقد، بدي موت وضميري مرتاح. بس هيك افتح مهدر. مع أنه أنا ما كتير يعني، بس تكرم عيونك سيدي. وإمتى تقريباً صار هذا الكلام؟ مو من زمان. تقريباً إمتى؟ في 28 أيلول 1961. عمو من بعد إذنك، أنت بتعرف تروح على بيتك لحالك ولا أبعت لك حدا من الشباب يوصلوك؟ عم قلكن قتلت بنت بريئة وجاي أعترف ودلكن على محل جثتها، تقوم حضرتك مسخر.